محمد هاني، تروح لرمضان صبحي مضغوط عليه، لكن محمد حمدي على طول على وسط الملعب، عمرو السولية، اليو يانج، حطها لمحمد هاني، يا ولد يا لعيب حطها حلوة قوي، ياخدها مرة تانية محمد هاني بيدور، عمرو السولية هناك خالص، علي معلول بيفتح ايده في الشمال هو برونو سافيو، علي معلول، علي معلول، علي معلول، أرضية، السولية، السولية وهوبو، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، من الوضع واقفا، ايه يا ابن الجمال والحلاوة دي، من الوضع واقفا حط وش رجله وقال لها روحي راحت. هابي نيو يير، هابي نيو يير، هابي نيو يير يا سولية، حلوة حلوة حلوة، عام سعيد يا حبيب، عام سعيد يا حبيب، وش رجله روعة روعة روعة، الشنكرة اللي في ايده راسم عليه ما شفتهاش، لكن حلوة. من الوضع واقفا أصعب التسديدات، خلي بالك هو واقف، بص هو واقف، هو واقف وش رجله، يا نهار أبيض يا نهار، ده رايحة في حتة إيه؟ ده هتاكل إيه؟ ده هتاكل الشبكة وتعدي الناحية التانية. حلوة حلوة حلوة، ملحقش يظبط وضعه أحمد الشناوي لقوة التسديدة، روعة الروعة روعة الروعة من عمرو السولية في توقيت روعة في الدقيقة 19. عمرو السولية دي خمسة أحمر داخل المنطقة، والجمهور في الخلفية مزين الصورة، وضربة ركنية من ناحية اليمين هيلعبها حسين الشحات بيمينه، حسين عرضية عالية وهوبا هوبا والهدف، الله 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 الله، ليلتك سعيدة يا ابني، حلوة حلوة حلوة. السولية ايه ده؟ ايه ده؟ ده بنتك وشها حلوة عليك لما حطيتها على الشنكار يا ابني، حلوة حلوة حلوة، ارتقى فوق الجميع ولمسها بمنتهى القوة في الزاوية البعيدة، روعة يا سولية، الليلة ليلتك يا عمدة، الليلة ليلتك يا عمدة، حلوة 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 حلوة. توريه قال انا هعمل ايه؟ ما احنا ماسكين كره وبنعمل كل حاجه، قلت لكم القصه مش استحواذ، القصه متى سنسيت الاجابه، وهو ده الكلام، روعه روعه صعبه صعبه صعبه، لبست عملها الشحات بقوه روعه وملفوفه، وحط راسه بمنتهى الجمال عمرو السولية، يا ولد يا لعيب يا سولية، يا ولد يا لعيب يا سولية، القصه جميله جميله جميله، بدات بالسيكا وانتهت مزيكا، حلوة 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 حلوة. الهدف الثاني أتصور سيقتل المباراة في الدقيقة 69، روعة الروعة، تسقيطة لكن واقف في المكان والزمان متولي، برافو يا متولي، ودي واحدة طويلة في اليمين، خطير 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 خطير، عرضية وأوبا والهدف الثالث، يا ليلة يا ليلة حمراء، مهداة لكل حبايبي واصدقائي، يا ليلة حمرة يا ليلة حمرة. حسين الشحات عايز يلفها عرضية، اتلفت له طولية، دخلت الشبكة سهلة سهلة سهلة، الشناوي راح للعرضية نسي الطولية، لبست في الرجل الزبون، دخلت الشبكة، الهدف الثالث القاتل في الدقيقة 93. عرضية متقنة جدا، استلم في وضع سليم، ما هوش اوفسايد ولا حاجة، محمد الشريف بيجري له، عايز يلعب عرضية، ضربت في رجل سامي، دخلت المرمى، لا يقصدها طبعا أحمد سامي على الإطلاق، لاعب كبير هارد لك، لكن الشناوي كان داخل عشان يقطع العرضية، قطعته هي ودخلت طولية جوه المرمى، تلاتة لا شيء، تلاتة لا شيء، يعني مباراة لوغاريتم. حلوة 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 حلوة، يعني خبطت الحياة وغيرت اتجاهها، أحمد الشناوي لا يقصد على الإطلاق، حابب يعني يردها ما قدرش يردها. الهدف ده يحتسب لمين؟ هل يحتسب؟